وما عرفتا واختم لنا بالحسنى
الحسنى يا ربي واعفو عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نحمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي أتوب علينا توبة ترسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان والحبيب والمحب يحب أن يذكر حبيبه لا شك وهي من أقوى الروابط في الله سبحانه وتعالى يحب في الله من أقوى الروابط ومن أقوى عور الجنان كما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنحن إذ لم نأتي هنا إلا متعرضين بمحبة الله وإلا لتلك الروابط اللهم اجعل محبتنا خالصة لوجهك الكريم وما زالت شواهدها دائمة فهم أحياء كما قال أخي الأخ هاشم هم أحياء في قبورهم فإذا لم تكن هذه الحياة فليست هناك ليس من مات فاستراح ببيت إنما البيت ميت الأحياء هؤلاء هم الأحياء حقيقة نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويحيي قلوبنا ويحيي أرواحنا ذكر الحبيب شيخ في هذه البلدة وجاء إلى هذه البلدة كما ذكر الحبيب إبراهيم بن عقيل في شرحه لقصيدة المدد العلوي لأجل إسكان الفتن ولأجل الإصلاح وهي أعظم الأعمال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومر على بلدية المقابر فقال إن صاحب هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير فعرف أنهما يعذبان وعرف سبب العذاب فقال لما حدوهما فكان لا يستدري من البول وأما الآخر فكان يمشي بنليمة قال فجعل الرسول ينظر إلى شجرة موجودة في المقبرة فقال سيدنا أبو بكر فكنت أسرع من صاحبي وأشد من صاحبي شفاء سريع فذهبت إلى تلك الشجرة وقطعتها وأخذت جريدة الخضر قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعها فوق القبر وقال إنه يخفف عنهما ما لم تيبس انظر كيف الرسول يدخل القبور يعرف ما ينعم يعرف ما يعذب كاسبة نعيمه كذا كاسبة إنها وفرض مثل هذا الألم ومثل هذا الإمام الأكرم ابن الشيخ بن أحمد بن يحيى عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إصلاح بين الناس يتلكم الروافض والضوافض من الخشية للحق جل جلاله وتعالى في علاه التي هي نتيجة المعرفة سبحانه وتعالى وكان من ذلك سر صلته بالشيوخ ذكر بمن كان قبله من شعب الإمام أحمد من الحسيسة يذهب إلى عينات ليحضر درس الشيخ أبو بكر بن سالم فجاء شيخ بن أحمد يذهب من القارة أيضا إلى عينات ليحضر درس الحسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم ويسبقون العينات بالبلوغ وهم المكان بعيد يجيئون لروابط القلوب ولروابط الأرواح ويسير بهذه السرايات بين التلامذة والشيوخ على قدم الرسول وهي حبال امتدت من حضرة النبوة فكانت الخصائص عندنا من أول ليلة نظرة من حضرة الربوبية ما تحصل ما حصلت للأمم السابقة ونظرة عظيمة من أدرك نصيبه منها لم يشقى أبدا ولم يعذب أبدا بعدها نظرة في أول ليلة من رمضان ينظر الله إلى أمة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسنتهيأ بارك الله في أحبابنا وأخواننا الذين سعوا في إقامة هذه الذكرى وهذه الحولية وهذا سنن من السنن القويم الذي مشى عليه كم من حبر عليم من أهل الصراط المستقيم ارفعنا إلى أعلى قمة في خير ولطف وعافية إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اصحاب الفاتحه يا جميع الدعاء نسالك توبه صحيحه من جميع المعاصي والفعال القبيحه قبل كشف الغطاء بين الملاء والفضيحه والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى